للمخدرات. خان. نعم. لماذا تتهرب مني؟ أنت تدري. صحيح، لكن أعطيني مهلة. اسمع، أعطيتك مهلة وحذرتك، قلت لك أنك تخالط بعض رفقاء السوء. صحيح، لقد وعدتك بأن أقلع تماما. وعود وعود، كلمات في الهواء. لا 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 لا، هذه المرة أنا جاد، لقد عزمت على توبتي فعلا. إذن خير البر عاجله. صحيح، لكن ليس بالسهولة التي تتصورها. سالم، أنت في بداية الطريق المحفوف بالخطر، أخرج من الدوامة الآن وإلا فات الأوان. حسناً، يوم الاثنين؟ يوم الاثنين؟ ماذا يعني يوم الاثنين؟ من يوم الاثنين لن أمد يدي إلى أي مخدر نهائياً. ها؟ حسناً، آخر مهلة يوم الاثنين. حسناً، هيا بنا. سألت عنك في البيت، قلت ربما ستذهب إلى النادي لتمارس الرياضة. كنت أمارسها، أرأيت؟ ولت أيام الصحة والحيوية. وعدتك بالتوبة وصرت تتحرب مني ومن يوم الاثنين. أنا سأتوب، أنا فعلا نويت. هذا ثالث يوم اثنين، يظهر أنك تريد الهلاك لنفسك. غانم اسمع، أعطيتك أكثر من فرصة، الآن لا أنت صديقي ولا أعرفك. غانم، أنا ذاهب لأمارس الرياضة. غانم، حاول أن تساعدني. أنا فعلا أريد أن أخرج من هذه الدوامة، لكني لا أستطيع. الخلاص منها بقرار وحيد، أن تقول انتهت علاقتي بالمخدر. صحيح أنه صعب، لكنك ستشفى. قلها، أرجوك قلها يا سالم ولا تخف. قل لا، قلها يا سالم، كلمة واحدة فقط. في بداية طريق الانحراف التوبة ممكنة. التوبة قرار نابع عن إرادة حرة، اتخذه على الفور ولا تماطل.